السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبه الدرينج يا مرحبا بك اذا كنت من المشتركين الجدد يا مرحبا وسهلا مليون كل من اشترك واشكر كل من حط لي كومنت ودعمني يعني باللايكات والامور هذه كلها شرحنا كلاسين من قبل واليوم جايكم بتانك او كلاس الدبابة اللي هو اقوى شخصية من ناحية التحمل المفروض تكون في اللعبة اللي هو الفيجا فاذا كنت تحب انك تلعب تانكي ويكون الدمج عندك بالاسلحة ثقيلة وتتحمل الضربات والاتش بي عندك يكون اقوى شيء هذا هو الكلاس اللي مناسبك مبدئيا بشكل مختصر اقوى شيء ممكن تبدا فيه بهذا او اقوى ميزة ممكن تبدا فيها بهذا الكلاس انك تمسك سيفين باليمين واليسار وتروح تقفز وتعطيها ضربه بالسيفين هذه الحركه اللي هي الاوفر باور واقوى طريقه ممكن تحصل منها الدمج شو يا اخوان الفيجا بوند والهيرو تقريبا نفس الكلاس او نفس الشرح لانهم ما في فرق تقريبا كبير بينهم في الستاتس فممكن اذا حبيت انك تكون تاكي ممكن تبدا كهيرو او فيجا بوند لكن انا شخصيا افضل الفيجا بوند اول شيء تسويه انك تنزل عند المعسكر هذا معروف في بدايه اللعبه تروح عند الصندوق او العربه هذه وتاخذ اللورد وورن جريت سورد هذا اول سيف يكون بيدك وبعدين تنزل تحت في نفس المكان المعسكر بتلقى الصندوق عشان تقدر تفتح ميزة الاش اوف وور الشيء الثاني اللي ودك تسويه انك تروح تاخذ الاندريز آه فيفر هذا اللي تكلمت عليه في مقطع الخمسة اسرار انه في بدايه اللعبه ممكن تحصله لكن تحتاج في هذا المكان انه يكون معاك الستون كي فخذ لك سلاح خذ لك المفتاح هذا وارجع هذا المكان عشان تقدر تدخل في المنطقه او البوابه الضبابيه طبعا في طريقة انك تاخذ المفتاح في بداية اللعبة بدل لا تاخذ الجولدن سيد اللي هو الايتم في البداية اول ما تسوي الكاركتر تقدر تاخذ الستون وورد كي وتاخذ هذا يعني تسهل على نفسك بسرعة تسوي اكسس الى المنطقة السرية اللي موجودة خلف الباب الضبابي واذا ودك تبدا بالجولدن سيد وهذا اللي افضله انه بحيث انك تزود عدد الفلاسك تقدر تيجي الى هذه المنطقه عند الشخصيه الام بي سي هذه اللي تكلمنا عليها اكيد تعرفونها أه تاخذ من هناك فيه المفتاح يمديك تاخذ المفتاح من هنا تقريبا اقرب مكان فيه المفتاح يرسبن، واذا تبي تعرف المكان هذا بالضبط انا شرحته في مقطع الخمس نصائح عشان بس لا اطول المقطع، مكان الايتم هذا اللي اتكلم عليه اللي يسوي لك انكريس للاتش بي والستامنا والاكويب لود هذا ضروري انك تاخذه في بدايه اللعبه، خلف المنطقه الضبابيه بتنجز في منطقه سريه كذا شرحتها في هذاك المقطع، بعد ما جبت السيف وجبت الايتم هذا اللي يسوي لك الانكريس تجي عند القلعه هذه كاس المرن الظاهر اسمها، المهم انه ما يحتاج انك تقتل اي واحد في هذا المكان مجرد ما تمشي جنب النار طبعا هذا في الطابق الاول تقريبا لازم تطلع وبعدين تحصل صندوق هذا موجود فيه السيف غثيثين هذا له خصوصا اذا كنت توك بعد الشخصية انتبه منهم فهذا هو سيف الكليمر عندك 162 الدمج ويحتاج تقريبا 16 سترينث بعد ما جبت السيفين والايتم على طول روح سوي ابجريد باسرع وقت طبعا أنا نزلت مقطع امس نزلت مقطع عن الاحجار كيف تجيبها بسهوله في نفق في بدايه المقطع حطيت مكانه وبحط لكم صورته الحين بس اذا ودك تجيب الاحجار بطريقه اسرع برضه في شرح طريقه طويله شوي لكن بعدين بالعمله يمديك تشتري الاحجار فالنفق هذا مثل ما تشوفون في الصوره اذا جيت بتحصل لك خمس او سبع والله ما اتذكر كم العدد بس حول السبع احجار يمديك تطور منها السيوف، والمعسكر هذا اللي موجود في بدايه اللعبه برضه اذا قتلتهم كلهم في احتماليه انهم يعطونك الستونز، ولكن هذه الطريقه شوي تاخذ وقت لان الاحتماليه قليله. وبالمناسبه بما اني ذكرت لكم ان افضل طريقه انك تلقى فيها الدمج القوي في بدايه اللعبه انه يكون بيدينك سيفين وتنقز، تنقز وتعطيها الضربه بالسيفين. ففيه ايتم او تلزمن هذا وش راح يقوي الدمج تبع الخاصية هذه تعرفون أنتم خاصية القفز والضرب تعتبر يعني نوع من أنواع أو أساليب القتال فهذا التاليزمان متخصص في الضربات حق القفز اللي هو تنقز وتضرب وبيسوي لك انكريس للدمج بشكل كبير ان شاء الله هني بحط لكم مكان الايتم في الماب وضروري انكم تاخذونه بعد ما تطورون الاسلحه عند الحداد، الحداد طبعا تعرفونه عند التشيرش اوف اليه الظاهر هناك يمديك تطور الاسلحه، او سيفين صدقوني اذا ما كنتوا تستخدمون اسلوب القتال هذا اللي هو تنقز وتضرب انت مش جالس تحلل شخصيه بوند او الهيرو بالطريقه الصحيحه لنا يمدك تسويها بسرعه اكثر من مره تنقز وتضرب تنقز وتضرب تنقز وتضرب, تنقز وتضرب وما ياخذ أه كثير من السمنه وموضوع السمنه والبلد هذا برجع له بعد شوي. طبعا الحلو في موضوع الكليمور والسلاح الثاني او السيف الثاني اللوردز جريت سورد كلهم يطلبون سترينث أه 16 و13 يعني انت بتاخذ كامل أه فائده او قوه الاسلحه هاي هذه من بدايه اللعبه ما يحتاج انك تجلس تفرم وتطور عشان تملك السيوف هذه مثل ما تشوفون دمج جدا 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 خرافي بهذا السيفين خصوصا اذا طورته مثل ما تشوفون في الصوره الكريمر بلس ثلاثه والجريت سورد بلس اثنين والجنب كذا انت المدمر طبعا بخصوص الفلاسك واضحه ما تحتاج اي شيء عن السحر او الفلاسك الازرق كل اللي بتحطه الفلاسك الاحمر تبع الريستور حق الاتش بي ونفس الشيء ندخل موضوع الستات الستات اول شيء تركيزك بيكون على الفيجور انت راح تبدا بشخصيتك اذا كنت الهيرو بيكون 14 واذا كنت الفيجا بوند بيكون 15 الفيجور فاول شيء بترفعه الى ال 20 هذا اول شيء تسويه بعدين بترجع الى الاندورنس اللي هو قوه التحمل طبعا قوه التحمل والاكويب لود يعني بيخليك تاخذ اسلحه اثقل لانك انت جالس تتناقز وتضرب فبتحتاج قوه تحمل غير كذا انت يوم تطور كل ما تطور الاندورنس بيزيد لك الماكس اكويب لود والاكويب لود هذا فائدته انه يمديك تحمل دروع اثقل وتكون ويكون لاعبك خفيف طبعا شغله مهمه انتبهوا منها أنه يوم ترتبون الاسلحه انتبهوا على اليمين ان ما توصلون الشخصيه الى الهيفي لود صدقوني الهيفي لود شيء ما ودكم تلعبون فيه ابدا يعني حاول تلبس اللبس مثلا وتوزن انك تلبس اقوى الدروع لحد ما توصل اقوى مرحله من الميديوم لود، اول ما تشوفه يجي الماكس لود لا نقص شغله وبدل بينها مثلا البس شيء ثاني وكذا حاول انك ترتب لبسك على حسب الماكس لود، فتركيزك الكامل بشكل اساسي على الاتش بي اللي هو الفيجر والاندورنس، هذه اهم شغلتين عندك في كلاس التانك هذا. بعد ما وصلت الفيجر عندك الى 20 والاندورنس 20 هذيك الساعة تبدا تطور في موضوع السترينث لان الـ strength راح يقوي الباور حق ضرباتك وفي نفس الوقت ترى ياثر على دفاعك بتلاحظ يوم تطوره بتشوف الفيزيكال ديفند عندك يزيد ولكن على كل الاحوال حتى لو كنت تانك يعني حاول تتجنب بعض الضربات اللي تقدر تتجنبها وشغله مهمه بخصوص الاشوفور لا تنسون تستخدمونهم كبدايه استخدموهم كستاندرد انت يوم تختار الاشوفور يطلع لك خيارات راح يكون مناسب جدا للبلد تبعك طبعا انت بتستخدم الالبون عشان تنفذ الضربه هذه بالسيفين ولكن في بعض الحالات مثلا يلاحقونك كلاب وانت بكرامه ولا شيء او عندك انمي سريع جدا على بال ما تفر بالسلاحين وتنقز صقعك لا في بعض الحالات النادره اللي بتشوف نفسك تحتاج انك تستخدم ضربه بالسيف الواحد بحيث انها تكون اسرع. غير كذا الجنب اتاك هذا راح يكون شيء مدمر في اغلب الحالات ويكون الدمج عندك اسطوري. صدقوني بهذا الكلاس راح تستمتعون وراح تشوف نفسك انت اللي تجلس تهاجم ما تنتظر مثلا البوس يجي ينفذ هجمه معينه او تنتظره كذا لا راح تكون انت اجريسيف اكثر و... والكلاس هذا مناسبك جدا اذا هذا اسلوب لعبك. وضروري جدا انك يوم تلعب مع البوسز مثلا خصوصا اللي معاهم سيوف وكذا تنتبه الى تنفيذ السيف يعني ضربه السيف هل تكون بشكل افقي ولا يكون جاي كذا بسيده فالرولينج اللي انت تسويها بناء على الهجمه اللي يسويها البوس هذا فضروري انك تنتبه لهذا الشيء بعضهم يجيك يمسحك من اليمين لليسار مثلا بعضهم لا يجيك داعس كذا باتجاهك فالرول لازم تسويه لليمين او اليسار والعكس والحلو في موضوع الجنب اتاك انك اغلب الاوقات بتشوف نفسك جالس ما تلقى الدمج بسبب انك نطيت وتضرب وهو يكون ضرب بالسيف من تحتك فصدقني هذه شغله راح تنتبه لها وشغله جدا حلوه يوم تقابل البوسز وميزه كبيره تنحسب للجمب اتاك غير ان الدمج الخرافي اللي تاخذه منه. طبعا في ايتمات كثير يا اخوان مثل الارمر كوكبيك او ايتمات ثانيه ممكن تحصلها وتسوي لك بف او انكريس للدمج اه تبعك فبحط لكم صورها او تشوف واسمها وشغله اخيره اللي هو الاشوفور اه من اهم شغلات اللي تستخدمها اه ضروري انك تركز انك تحطها في السلاح اللي بيدك اليمين بحيث انك لو تضغط الألوان اه يمديك تستخدمه احد الاشوفور المميزين اللي هو الورك راي هذا راح يسوي لك بوست للدمج حقك كذا كانه يعصب ويصير الدمج عندك اه مضاعف واللي افضل منه عندك الكويك ستيب هذا اللي راح يسوي لك دوج زي الداش كذا زي الداش يكون سريع وخفيف مره فضروري انك بما انك تانك تستخدم الاشو فور في الداش اكثر من الدمج فهذه نصيحتي فبتحسها شخصيه خفيفه وبنفس الوقت الدمج فيها خرافي فيعني باختصار شخصيه كامله والكمال لله ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه يا اخوان لا تنسوا اللايك والكومنت وتفعيل زر التنبيهات حتى يوصلكم تنبيهات المقاطع الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته